السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي دورة تكوينية حول مهارات الخطابة وفنيات الاتصال لصالح عدد من أئمة المساجد. التكوين يساهم في الرفع من مستوى رسالة المسجد وتحسين أداء الأئمة وفق وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي ترى الأمر في غاية الأهمية. وزير الشؤون الإسلامية داو العمر طالب خلال افتتاح الدورة قال إن القطاع يعمل على إنشاء مركز دائم لتكوين الأئمة والخطباء. هذا هو موضوع هذه الحلقة من المشهد، ويسعدنا أن نناقشه مع مدير النشر والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية الولي طه. فأهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، أهلا بك ضيفي الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. في بداية هذه الحلقة نتحدث عن هذه الدورة، عن أهدافها، عن معايير اختيار المشاركين فيها من الأئمة والخطباء، ودعنا نبدأ بالنقطة الأولى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. كما تعلمون مبدأ التكوين وتحسين الخبرة هذا مبدأ من مبادئ صناعة واستثمار أي استثمار في رأس مال البشري، سواء كان في الجانب الإداري، سواء كان في الجانب التربوي، القائمون على العملية التربوية، القائمون على العملية التوجيهية للمجتمع يحتاجون دائما لعملية تكوين وإعادة التأهيل، ولأن المعارف تتجدد والمعطيات تتجدد، ومن الضروري جدا لأئمة المساجد الذين هم وجه المجتمع وهم قادته وهم الذين يأوي إليهم الناس في كل أسبوع في منتدى عام، من الضروري لهم أن يستفيدوا من المهارات التي يحتاجها موجه الجمهور وقادته، لكي تكون رسالة المسجد أكثر فاعلية وأكثر أثرا، وليكون هنالك تجويد حقيقي لتلك الرسالة كما عبر عنه صاحب المعالي في افتتاحه أمس. إذن مبدأ التكوين مبدأ لا مشاحة فيه أصلا، ولهذه الأهمية اعتبره فخامة الرئيس من ضمن المسائل المهمة لأئمة المساجد، وبالتالي قضية تكوين الأئمة من ضمن برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي الوزارة هنا تنفذ بادئة في تنفيذ هذا التعهد الخاص، قطعت أشواطا في كثيرة في التعهدات المتعلقة بالقطاع، وقد أصدرت الوزارة يعني كتيبا في إبريل الماضي تبين فيه، عبارة عن مرصد تبين فيه مستوى تقدم تنفيذها للتعهدات الرئاسية المتعلقة بها، وبالتأكيد بعد هذه التعهدات بعد هذا الكتيب ظهر وفاء بتعهدات أخرى وإنجازات أخرى، والوزارة الآن تدخل في هذا التعهد الذي هو تكوين الأئمة بعد اكتتابهم، يعني من ضمن تعهدات فخامة الرئيس مواصلة اكتتاب الأئمة، وتعرفون أن الأئمة استفادوا في السنة الماضية من مسابقة تم اكتتاب 400 إمام و400 مؤذن، لأول مرة يكتتب المؤذنون في المساجد، والآن يستفيدون من رواتب ومن أيضا التأمين الصحي. طيب، هذه الدورة كم عدد المشاركين فيها، وما هي معايير اختيار المشاركين فيها؟ يعني المشاركون في هذه الدورة حوالي 30 من نواكشوط فقط، ولكن الدورات إن شاء الله مستمرة، وأعلن كما أعلن صاحب المعالي أمس أن القطاع يعمل الآن على إنشاء مركز دائم لهذا التكوين، لأن السياسة القطاعية سياسة القطاع أن تستمر هذه الدورات بشكل مستمر الآن في نواكشوط، ولكن ستمتد إلى الولايات الأخرى إلى الأئمة في الولايات الأخرى، وسيكون هذا المركز الموجود في نواكشوط سيكون موئلا لهؤلاء الأئمة لتحسين خبراتهم. لاحقا سنتحدث عن هذا المركز فيما تبقى من هذه الحلقة، في جزء آخر من النقاش لاحقا، لكن نحن الآن نتحدث عن هذه الدورة التكوينية. ما هي المعايير التي اختارت على أساسها الوزارة هذه 30 في المرحلة الأولى؟ طيب، هذه المرحلة الأولى تم اختيار 30 إماما، من المعروف أن من الصعب وضع معايير دقيقة لمن يكون، الهدف أن يكون الجميع، الهدف الآن أن يكون الجميع. أخذنا في البداية
بعض من قادة مكتب الأئمة الذين لهم فاعلية في مكتب اتحاد الأئمة الذين لهم فاعلية، مع مراعاة أن يكون هنالك أيضا تواجد لكل مقاطعات نواكشوط في هذه الدورة، مثلاً عن أئمة رواد معروفون في هذه المقاطعات. الموجودون في هذه الدورة التكوينية هم أئمة معروفون ومميزون في مقاطعاتهم، وطبعا ليسوا وحدهم مميزين، هنالك الأئمة كثر أصحاب التميز سيستفيدون بحول الله تعالى من الدورات التكوينية. طيب ماذا عن المدة وعن النقاط أو المواضيع الرئيسية في الدورات التكوينية؟ هذه الدورة تمتد كالدورات العادية كأي دورة، دورات دائما في تحسين الخبرة، دائما حوالي أيام يعني أسبوع، هذه الدورة تمتد أسبوعا، وسيتلقى المكونون برنامجا مكثفا يتعلق بجانب السلوك المدني، والسلوك المدني السلوك المدني ماهيته، ثم السلوك المدني وعلاقته بالمقاصد الشرعية، مقاصد الإسلامية السلوك المدني، ثم بعد ذلك الخطابة أو الخطابة فنياتها مهاراتها، وحتى الآن وصلوا لهذه المرحلة اليوم مهارات الخطابة. وأعتقد أن الأئمة أحسوا بأنهم فعلا كانوا بحاجة إلى هذه الخبرات، ولأني كنت معهم اليوم ووجدتهم فعلا تحدثوا عن استفادة كبرى. وستستمر هذه الدورة في مواضيع أخرى، الفاعلية الاجتماعية للإمام وإدارته للمسجد، الفاعلية الاجتماعية في إطار محيطي، تعرف الإمام له أدوار اجتماعية فيما يتعلق بالعقود، فيما يتعلق بأيضا حتى الصلح بين الناس في جماعة المسجد وفي الحي، تالي الإمام دائما موئل لهذه الأمور، كذلك بيان الأحكام خصوصا ما يتعلق بالعقود، كيف يكون للإمام أن يحمي ظهره في العقود التي يبرم كي لا يدخل نفسه في متاهة. الأدوات القانونية، بالأبعاد القانونية والاجتماعية التي ينبغي أن يسير عليها، كذلك فاعليته الاجتماعية، كيف يوجه الذين يتوجهون إليه من جماعة المسجد، من بسطاء الحي، من الذين يحتاجون إلى معونات اجتماعية، كيف يوجههم إلى الاستفادة من المعونات الاجتماعية التي تقدمها الدولة خصوصا قطاع الشؤون الاجتماعية. بعض هذه المواضيع يكتسبها الإمام بممارسته للإمامة والخطابة، من هذه المواضيع مثلا الخطابة، لكن بعض المواضيع الأخرى ربما تحتاج إلى تكوين، تحتاج إلى ممارسة، إلى تعلم، منها الأبعاد القانونية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، والأبعاد المتعلقة بدور الإمام في محيطه المجتمعي ودوره، دور المسجد كأداة مجتمعية ضرورية للمجتمع. هل هذه النقاط يمكن أن هاتان النقطتان يمكن أن يكون فيهما إمام خلال يومين، خلال ثلاثة أيام؟ أكيد، يعني أنا مثلا خضعت لدورات في مجال الإعلام وفي مهارات كثيرة، خصوصا في مجال المقابلة الصحفية مثلا لمدة أسبوع، واستفدت كثيرا، واستفاد الفريق الذي معي يعني كثيرا، هذه مهارات تقدم، هذه الشحن الوقتي، مهارات الآن أصبحت تقدم بهذا الشكل، وهو أمر طبيعي يعني فني. وبالمناسبة تم اعتماد مكتب دراسات اجتماعية والتربوية والذي أشرف عليها، وقدمها بشكل، ومعهم 10 محاضرين كل يوم، في محاضرين مستمرين، وبالتالي هذه ليست مطروحة. قضية أن الخطابة أن يكتسبها الإمام بمهارته طبعا، لكن تلك الخطابة كيف يلقي، معناها كيف يواجه المجتمع، لكن فنيات هذه الخطابة، معناها فنيات الخطبة المميزة كيف تكون، يعني المواضيع التي يتم التطرق لها، الوقت الخطبة، أنت تعرف أن أحيانا الإمام يطيل كثيرا على الناس وهم يعني ما شاء الله خطيب، ولكنه يطيل كثيرا على الناس في خطبته، ويعني الناس يتصبب عرقها، كيف توجه الإمام المفضل الفاضل فعلا أن ينبغي أن يراعي ذلك، يراعي قدرات الناس، راعي قدرات الناس في مجال الطول، وقدرات الناس في ما ينبغي أن يبث، معناها أن تكون الخطبة خطبة نوعية فعلا، أن تكون الخطبة خطبة نوعية، معناها ليست قضية أن يلقي على الناس فقط، وإنما أن يلقي عليهم شيئا فعلا، كيف يحضر خطبته تحضيرا كاملا، بالتالي هذا أيضا يحتاج إلى تكوين. طيب الحديث عن تكوين أئمة المساجد، صحيح أنه مهم لدور المسجد المجتمعي الكبير
كواحدة من أهم أدوات المجتمع في مجتمع مسلم كالمجتمع الموريتاني، لكنه ربما يمكن أن يفهم على أنه وكأن المسجد تجاوز نقاط كثيرة مطروحة، إشكالات كبيرة مطروحة للأئمة ومطروحة للمساجد أيضا. هل يمكن أن يفهم أنه وكأن المساجد تجاوزت تلك المرحلة حتى بتنا بحاجة إلى تكوين أئمتها في هذه المواضيع؟ ما المراحل التي يترتب عليها هذا؟ واقع المساجد اليوم في موريتانيا خصوصا في المدن الكبيرة وفي مدن الداخل أيضا، واقع الكثيرون يعرفون فواتير الكهرباء في المدن الكبيرة، تفريش المساجد، واقع المسجد، من يقوم عليه هم سكان هذه الأحياء. أئمة المساجد أغلبهم رواتب التي تقدم لهم تقدم من الأحياء التي بها هذه المساجد. طيب. تجاوز هذه النقاط وكأنه نحن بحاجة الآن إلى تكوين الأئمة على هذه المواضيع وتجاوز تلك النقاط. نحن لا بد هنالك أن تكون هنالك معايير ومنطلقات. بدون معايير ومنطلقات نقاط ارتكاز لا يمكن أبدا أن نتفاهم. معناها المنطلق الأول أين كنا؟ نحن لا نقول إن كل شيء أصبح ورديا، ولكن أين كنا وما الذي جد؟ في تاريخ الدولة، أضبط معي، في تاريخ الدولة ما كانت في أبدا ميزانية مخصصة لترميم المساجد، كانت المساجد تتهالك وتتساقط ولا خطة أبدا لهذا. لأول مرة في التاريخ، التاريخ الموريتاني تخصص بالميزانية تخصص لترميم المساجد، وفي السنة الماضية تم ترميم عشرات المساجد هنا في نواكشوط، وهذه السنة سيزاد ذلك أيضا بالثلث. وبالمناسبة عن طريق صفقة، عن طريق اللجنة الوطنية للصفقات، عن طريق قطاع الشؤون الإسلامية. ولأول مرة تتم برمجة تفريش المساجد. السنة الماضية تم تفريش 130 مسجد من ميزانية الدولة، تفريش 130 مسجد ميزانية الدولة، هي لأول مرة في التاريخ. معناها المساجد ما كانت تفرش من ميزانية الدولة، معناها هنالك خطوات نحن كنا بعيدين. الواقع أنه لم يكن هنالك أي مسجد يفرش على حساب الدولة، والآن في مساجد بدأ تفريش المساجد على حساب الدولة. لم يكن هنالك مسجد يرمم على حساب الدولة، الآن فيه ترميم مساجد على حساب الدولة وبدأت تأخذ أدوارها في هذا الاتجاه. لكن هذا كما أنها حنيني شوي كما أنها اتجهت إلى المسجد وترميمه وقطعت فيها شواطئ، وبالطبع سيبقى الأمر ناقصا، ولكن لا يعني أن إذا كانت الإمكانات ليست على مستوى الطموح أن نتوقف. لا، الإمكانات فعلا كما هي إمكانات البلد كله ليست على مستوى طموح أبناء البلد وليست على مستوى طموح قيادة البلد. نحن نطمح، الجميع يطمح لأكثر من ذلك، ولكن ما دام هناك طموح فينبغي أن نقطع أشواطا، فينبغي أن لا نستسلم وأن نقطع أشواطا، وهذا ما قام به قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وهو تنفيذ لتعهدات فخامة رئيس الوزراء. وهذا ما أسأل عنه. بالتالي لا بد أن ننطلق من أن هنالك واقع كان موجود هو الذي يحكمنا. معناها لا يمكن أن نقول مثلا 12000 مسجد موريتاني ما ورمت ما وفرشت، لا، لكن ينبغي أن نقول إن هذه 12000 مسجد اللي هو موريتانيا أنها لم يرمم منها واحد على حساب الدولة قبل هذه الفترة، ولم يفرش منها واحد على حساب الدولة قبل هذه الفترة، والمساجد الأئمة لم يخضعوا لدورات تكوينية حقيقية في من متخصصين من مكتب دراسات متخصص يقوم بها قبل هذه الفترة. طيب مشاهدينا الكرام، حديثنا متواصل في هذه الحلقة من المشهد، فلا تذهبوا بعيدا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات، عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة، والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف.
تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة من المشهد، والتي نستضيف فيها الولي والطه مدير الإعلام والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية، ونناقش فيها واقع الأئمة والمساجد في موريتانيا على ضوء تنظيم دورة تكوينية حول الخطابة وفنيات الاتصال لصالح 30 إماما وخطيبا من أئمة البلاد. نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بك ضيف الكريم، أشكرك مرة أخرى على تلبية الدعوة. الحديث عن هذه المواضيع ما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل، وكأنه يعني إنجازات تاريخية. في الواقع هذا صحيح، يمكن أن يحسب على أنه إنجاز، لكنه الواقع لا يزال مريرا بالنسبة للأئمة وبالنسبة للمساجد أيضا. تجاوز هذا الواقع تنظيم دورات ورشات تكوينية أشبه ما تكون بمبررات صرف، هل يمكن أن يتجاوز وتقدم تلك على أنها منجزات؟ طيب، حينما تتوجه أي اتجاه، حينما يتوجه إلى قطاعه البشري لتحسين أدائه، هل يعتبر هذا رفاهة؟ هل يعتبر هذا عملية ترفيهية؟ هل يعتبر هذا عملية عبثية؟ تكوين الناس وتحسين خبراتهم؟ لكن هل يعتبر عندما نرتب طيب عندما نرتب الأولويات بسيط، حينما تقوم وزارة أي وزارة، مثلا وزارة التهذيب لها الحق، حينما تقوم وزارة التهذيب بتكوين بعض المدرسين، بعض الأساتذة، بعض المعلمين، هل نقول إنها ينبغي أن تؤجل هذا التكوين لهؤلاء المؤطرين حتى تكون المدارس بأحسن حال، يعني تكون على صورة وردية؟ نحن نسير بطرق متوازية، توجهنا إلى المسجد، القطاع توجه إلى المسجد كبنية، واضح؟ وتوجه إلى الإمام أيضا، توجه إلى الإمام من الناحية المادية، واضح؟ لأن 800 تم اكتتابها لصالح المساجد، 800 وهون ده يقول لك عن ما في حد يدعى عن هذه القضايا التاريخية وذاك مبادئك التطبيل الفش والتحامل الطائش أيضا، يعني لا 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 مجال له، يعني ليس هدفا وليس رؤية عند النظام أن أي شيء يصبح كأنه عمل فوق العادة، لأن هذا لا مصداقية له، واضح؟ تالي هو الذي حدث أن أقصى الممكن حدث. قضية مبررات صرف ليست مطروحة نهائيا، ذلك حينما تجد ما تم به، أنا يعني وهذه أصمم عليه، يعني هنا أتحدى لأول مرة ولا أحب التحدي، أن حينما تتابع العمليات المحاسبية لهذه الدورة، يعني بكم تم تكوينهم، حينما يأتي من يفتش سيجد فعلا أن المبلغ بعيدا جدا من مبررات الصرف، واضح؟ كم كلفت هذه الدورة؟ أنا متأكد من هذا، أنا متأكد أنك لك حينما تأتي لتفتش أو تأتي مفتشة لتفتش سترى. طيب واقع المساجد، النقطة التي افتتحتم واقع المساجد المداخل. أنا قلت لك بشكل واضح أن المساجد لم تكن في وضعية وردية، لم تكن أبدا المساجد في وضعية وردية. جميع المشكلات التي تحدثت عنها مطروحة، وربما مطروحة مشاكل أكثر من التي تحدثت عنها، ولكن نحن جئنا والقطاع الذي هم به النظام الذي هم به هو العمل على تذليل بعض تلك الصعوبات، اتجه إلى أئمة المساجد ومؤذنيها، واضح؟ فاكتتب منهم أعدادا معتبرة بالنظر إلى ميزانية الدولة، واضح؟ استحقاقاتها، وتوجه إلى المساجد فرمم منها وما زال يرمم، أصبح الترميم بند ثابت في ميزانية القطاع. طيب. وأيضا التفريش أصبح بندا ثابتا في ميزانية القطاع. أن نقول لك إنه يمكن تفريش 12 مسجد في البلاد خلال سنتين أو سنتين، هذا أمر مستحيل. أن يتم ترميمه 12 مسجد، هذا مستحيل. ولكن أن نسير، أن نبدأ الطريق فالطريق يقطع هكذا. طيب هذا الطريق سنواصل. وبالمناسبة أؤكد لك أن التكوين ليس عملية رفاه وليس عملية ترفيه، بل هو محتاج، لأن هؤلاء يوجهون خطابهم يوميا إلى الناس، واضح؟ وهؤلاء قدوة، وينبغي فعلا أن يخضعوا للتأهيل والتدريب لكي نحسن من أدائهم ولكي نجود من أدائهم. وحينما تتصل بهم الدورة تكون هؤلاء، حينما تتصل بهم فعلا سيقول لك إن الدورة كانت دورة مفيدة. طيب خلينا نتكلم عن واقع المساجد. سابقا نتخطوا هذه النقطة. أغلب مساجد نواكشوط اليوم فواتير كهربائها ومائها يقدمها أحياء
هذه المساجد؟ لماذا لا تتحمل وزارة الشؤون الإسلامية فواتير المساجد الآن؟ أغلب أحياء أغلب مساجد نواكشوط مرافقها سيئة جدا، إذا وجدت أصلا بها مرافق وإذا وجدت بها مياه أو كهرباء، لماذا لا تتحمل وزارة الشؤون الإسلامية هذه اللعبة؟ طيب جيد جدا جيد جدا. لماذا لا تتحمل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي فواتير الكهرباء عن 12000 مسجد وفواتير المياه عن 12000؟ لا هي ليست 12000 مسجد، حتى نكون دقيقين، اصلا اصلا المساجد والقرى التي بها مياه وكهرباء قليله جدا. اذا تجاوزنا المدن الكبيره، شوف احصائيات 2009 موجوده 11000 مسجد وزياده، وبالتاكيد بعد ذاك الزمن هذا عادلوا حوالي 12 سنه، بالتالي يظهر كدور تعود للعدد اللي قلت لك حسب يعني تماشي الإحصائي العادي حوالي 12. طيب معناها بمعنى أن وزارة الشؤون الإسلامية الآن، هذا تقريبا جزء من السؤال، طيب بمعنى أن وزارة الشؤون الإسلامية الآن ليست لديها إحصائيات دقيقة بعدد المساجد وأئمتها. بسيط، أنا حينما أقول لك أن الدولة مثلا أجرت إحصاء سنة 2010 الآن ليس عندها تصور عن عدد سكانها. لا أنا أتحدث عن إحصائيات دقيقة، يعود موضوع مفهوم. اسمع، إحصائيات دقيقة أنت لا يمكن أن كل يوم تعدل إحصاء. إحصاء مكلف، لا يتعدل يتعود عندك معايير، معناها مستوى عندك ترصد به مثلا الدولة، عندك مثلا عدد الولادات، عدد الوفيات، وبالتالي عندك معطيات تبني عليها، حتى أنت عندك تماشي نمو المساجد بمعطيات محددة، وقلت لك عن بين معطيات الإحصائية اللي يعود حوالي هذا، معناها ثم معطيات ما هي مادة، لكن هي معطيات تقديرية مبنية على إحصاء معدل 2009 عدل 12 سنة. طبعا القطاع عازم على عملية إحصاء جذرية للمساجد، وهذا الإحصاء من المبرمج أن يكون إحصاء كاملا، معناها إحصاء حتى على يعني بالإحداثيات، معناها كل مسجد تكون معلوماته موجودة بالإحداثيات، بالتالي مضبوط ضبطا كاملا. وكذلك المحاضر، معناها إحصاء أكثر دقة، وكل مسجد عنده بطاقة هوية، هذا يعمل عليه ويفكر فيه تفكيرا، يعمل عليه. نعم. وواقع المساجد اليوم يقول بأنه هناك فوضوية في توزيع المساجد على مستوى نواكشوط وعلى مستوى المدن الكبيرة، هناك فوضوية حتى في تسيير المساجد، لأنه أغلبها ليس تابعا لوزارة الشؤون الإسلامية ولا تملك عليه سلطة، والدليل على ذلك البيانات التي وزعتها مؤخرا وتوزيع مواضيع لخطب الجمعة ولم يلتزم بها أغلب أئمة المساجد. طبعا قضية العلاقة بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، علاقة وزارة الشؤون الإسلامية يتبع لها الشأن الإسلامي في البلد كله بموجب القانون، بالتالي لا تقول لا سلطة، السلطة لأن هي تمثل الدولة، هي عندها سلطة عليها فعلا، بالتالي لا تقول لا سلطة عليها. لكن هذه العلاقة أيضا علاقة الوزارة شاءت أن تكون علاقة مرنة. العادوا لفم واحدين أئمة مساجد ما استجابوا، فمهم اللي ياسر وغالبية عظمى من أئمة المساجد استجابت. القضية هنا هذا ليس جوهر السؤال. جوهر السؤال أنه الوزارة حتى الآن غير قادرة على ضبط المساجد في موريتانيا وتسييرها، هذا هو جوهر السؤال. طيب المساجد، فهم المسجد مؤسسة أهلية أولا في كل العالم، المسجد مؤسسة أهلية. أهلية شنو معناها؟ مؤسسة تابعة، مؤسسة يديرها أهل الحي. مستوى تدخل الدولة بها هو مستوى تنظيمها وجعل الأمور تسير على ما يؤدي به الناس عبادتهم، وأن تكون مكان عبادة وراحة. والدولة ليس من شأنها هنا أن تدخل في تفاصيل الأشياء، معناها في كل تفاصيل المساجد وفي كل، لا هي ليست مهمة الدولة. والعلاقة بين الدولة هنا والمساجد علاقة، طبعا علاقة وصاية في النهاية، ولكن علاقة بشكل مرن، ليس في قضية أن نفرض على هذا الإمام أن يفعل كذا أو لا، الأمور أمور مجتمع كلها تحتاج مع مرج الزمن، خصوصا المجتمع الكثير منه ما زال ينظر إلى الدولة، يعني العقلية الذهنية البدوية تجعل الناس ما زالوا عموما ينظرون إلى الدولة بمستوى من التوجس. أعتقد أنه بمرور الزمن ومع مستوى من التربية والتكوين سيفهم الناس أن الدولة بطبيعتها خادمة
للناس وستسير هكذا الاتجاه. أما قضية أن المساجد لها بعض المعاناة، قلت لك إن لديها الكثير من المشكلات، لكن هذه المشكلات ليست وليدة اليوم، هذه المشكلات إرث تاريخي طويل لا بد أن تسير في معالجته بشكل تدريجي. واضح؟ لا بد أن تسير معالجته بشكل تدريجي. نحن بدأنا معالجته عن طريق بدأ عمليات ترميم المساجد ولو جزئيا ولكن بشكل متواصل، تفريش المساجد ولو جزئيا ولكن بشكل متواصل، الاتجاه إلى الإمام ولو جزئيا باكتتاب أئمة ثم أئمة، وأيضا بالعمل على تكوين الأئمة شيئا فشيئا بشكل متواصل. طيب المهم، نحن ما تلا عندنا أستر من الوقت، واضح أعتقد أنه هاي النقطة تحدثنا عنها، حديث ومتواصل وفق الإمكانيات. طيب واضح، هاي النقطة تحدثنا عنها في ما مضى من وقت هذه الحلقة. وزير الشؤون الإسلامية في افتتاح الدورة التكوينية أمس أعلن عن إنشاء أو قرب إنشاء مركز لتكوين الأئمة والخطباء. لو تحدثنا عن هذا المركز، عن أهدافه، عن آلية ولوجه بالنسبة إلى الأئمة، لمن يتابعنا الآن من الأئمة؟ طيب بسيط، المركز الآن يعمل عليه، معنى بدأت نصوصه، كتب بعضها والبعض الآخر في مستوى متقدم لكتابته، يعني المقررات، يعني المقررات الإدارية، مقررات الإنشاء، مقررات الإنشاء وكذلك القوانين، وثمة تصور حتى عن المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، بالتالي وضع تصور كامل له وسيقدم بحول الله في الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء، وحينها ستبدأ الأمور الأخرى، معناها الطاقة الاستيعابية، كم يكون سنويا من الأئمة، دورات التي تقام فيه، ما نوعها، ما طبيعتها، ما برنامجها، سيبدأ حين ذلك، ولكن الاتجاه يتجه إلى ذلك بحول الله تعالى، والقطاع يعمل حديثا في هذا الإطار وفي أطر سياقية أخرى لخدمة هذا المجتمع ولخدمة دين الأمة وهويتها. بذلك مشاهدينا الكرام، نأتي على أختام هذه الحلقة من المشهد. باسمكم جميعا أشكر مدير الإعلام والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم العصري الولي والطاهة، أشكركم أنتم على كرم المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من المشهد، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.